قتلى وجرحى من عناصر حزب الله اللبناني خلال صد الفصائل المقاتلة محاولة تقدم للميليشيا على محور بلدة التمانية جنوب إدلب. قتلى وجرحى من عناصر قوات النظام خلال محاولتهم التقدم على مواقع الفصائل المقاتلة على محور تلال الكبينة شمال اللاذقية. مقتل طفل وإصابة آخر إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات قصف سابق لقوات النظام على حي طريق السد في درعا. مراسل وكالة أنباء النظام سانا يتعرض للضرب من قبل أهالي في مدينة بصرة الشام شرق درعا أثناء تغطيته فعالية في مدرج بصرة الشام. الحكومة اللبنانية تعتزم تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد خرق إسرائيل السيادة اللبنانية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد مواصلة بلاده عمليات التنقيب عن الغاز في شمال قبرص. موسوعة جينيس للأرقام القياسية تسجل رقما قياسيا جديدا لأكبر رقصة فلكلورية في العالم على أنغام موسيقى المارياتشي غرب المكسيك بمشاركة 882 شخصا